And we would like to congratulate Excellency and the State of Kuwait for the successful conclusion of this meeting. And of course, with the leadership of His Your Excellency yourself, the meeting went very well, and we are particularly want to commend the State of Kuwait for the initiative to call for the first ever Asian summit, which is, in my view, very important and would help propel the Asian cooperation dialogue to go further into the future with a solid mandate from the leaders. So this is, in my view, this is really important. And lastly, I would like to congratulate Tajikistan for the accepting the chairmanship of this year after the summit in Kuwait. So again, congratulations. Thank you. Thank you very much. قبل بس أعطي كلمة أمرين أعتقد الإجرائيات نسيت أني أبلغكم عنهم، وهو أن هناك كان في إجماع وثناء وإشادة كبيرة من قبل الجميع على اقتراح سيدي حضرة صاحب السمو في استضافة قمة آسيوية لجميع دول الACD العام القادم في الكويت، وكانت لها صدى طيب لأن لم تعقد قمة آسيوية من قبل قط، وهذا أول دعوة لقمة آسيوية، وكانت ردود الفعل طيبة جدا من قبل جميع من أدلى بهذا الموضوع. كذلك تم الاتفاق بأن يكون بعد طاجكستان الرئاسة تنتقل إلى مملكة البحرين، ومن بعد ذلك تنتقل إلى مملكة العربية السعودية، يعني 2013-2014، فقاعدين نخطط لثلاث سنوات قادمة. وهذا يمكن هذه الكفاءة الآسيوية، الآن نتكلم على لا نترك الأمور إلى أن تحسن في آخر لحظة، ولكن لدينا الآن طريقة عمل لثلاث سنوات قادمة. والآن الأمر مفتوح، نبدي في أكبركم سنا. من يكون أكبركم سنا؟ أولا بصراحة مبارك في الكويت والمنطقة الكربية، هذا النكاح تحقق منذ اللحظات الأولى للمؤتمر. كما ذكرت حضرتك، النقطة الأولانية تحقيق دعوة سمو الأمير لعقد القمة المقبلة، والنقطة الثانية لتأهيل أو عمل كيان للبلدان. هل كان في تصورات معينة حول هذا الكيان كمنظمة أو اتحاد أو ما شابه ذلك؟ النقطة الثانية لو تكلمت لي بالنسبة للقوات الثنائية التي عقدتها معاليكم مع بعض وزراء الخارجيين وخاصة الوزير الإيراني، هل تم التطرق إلى المشاكل بين المدنيين والاستقرار القاري وما شابه ذلك؟ شكرا معاً. طبعا الأفكار التي طرحت هي جميعها أفكار قابلة للتعديل وللأخذ والعطاء. الفكرة الكويتية بأن نضع بعض الهيكل أو كما يسمى السباين، وهو العمود الفقري في هذا التنظيم، هذا التجمع، هي فكرة لحد الآن. وفي الطرح ما ذكرنا بأن هذه قابلة للتعديل، للإضافة، وللرفض كذلك، لأن هذه هناك في فلسفات مختلفة في كيفية هل هياكل جامدة ممكن أنها تساعد العمل ولا تعيقه، ولكن إحنا نحن منفتحين. من يملك هذا المنتدى هو الأعضاء، وهم الذي يقررون كيف إدخال التعديلات وإضافات وتحسينات على آلية عمل المنتدى. أما بخصوص الاجتماعات الثنائية، نعم أنا اجتمعت عدة اجتماعات ثنائية، يمكن توني من قبل ساعة مع
مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأستطيع أن أقول بأن يمكن 90% من الحديث كان هو عن الجرف القاري، لأن هي التي هي اللي دائما احنا نقول الشوك التي بخاصرة الإيرانية. هذا الموضوع الذي بحثه أيضا معالي رئيس مجلس الأمة خلال زيارته إلى إيران، ونحن لا نبحث يعني باجتماعاتنا هذه وخصوصا مع دولة مثل إيران نتكلم بما هو يؤثر على العلاقات ويؤثر على التعاون ما بين بلدينا. ولذلك نرى بأن هذا الموضوع الجرف القاري يلقي بظلاله الغامقة على علاقاتنا، وهو مرة أخرى شوكة في الخاصرة. وهذا كان يمكن 90% من حديثي معه على هذا الموضوع. على مدى التدخل إلى أين توصلتم؟ لا، هو ما هي هذه هو أمر فني بشكل تام، ولكن اللي نحتاج إلى القرار السياسي بأن يجلس الخبراء ما بين الكويت والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية كي يتفقوا على نقطة التلاقي الثلاثية ما بين هذه الدول الثلاثة، ومنها ننطلق في الرسم تحديد ورسم الجرف القاري. ولذلك الاتفاق وهو أن يكون هناك من حيث المبدأ اجتماع ثلاثي كويتي سعودي إيراني. هل إيران وافقت على وجود السعودية في هذا الاجتماع؟ الإيران لم إيران لم تمانع. إيران بالواقع خبرني وزير الخارجية أن من حيث المبدأ يعتقدون أن هذا الشيء الذي يجب أن يكون، فمن حيث المبدأ إيران موافقة على هذا الأمر. معاليك ذلك نفس الموضوع قبل الحديث عن بيان ما تضمنه بيان الكويت في هذا المنتدى، هو المباحثات التي تمت المباحثات حول الاجتماع اللجنة الثنائية المشتركة بين الكويت وإيران، ومتى سيتم هذا الأمر؟ ثاني شيء أنه تضمن بيان الكويت هو دعم الشباب المثقف، وكان الكويت تجربة عربية لإحياء أو فكرة إنشاء صندوق الحياة أو صندوق دعم المؤسسات الصغيرة. هل ممكن أن تطبق هذه الفكرة على في الاي سي بي لدعم الاقتصاديات هذه الدول؟ لم نحدد موعد الاجتماع اللجنة الكويتية الإيرانية المشتركة، تكلمنا فقط على الاجتماع للفنيين بين دولنا للانتهاء من قضية الجرف القاري، هذا مع إيران. أما في خصوص الأفكار الكويتية في يعني احنا طبعا شاركناهم، عرضنا تجاربنا في المجموعة العربية وفي فكرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا الأمر مطروح على الدول الأعضاء. نحن نشترك مع أصدقائنا في تايلاند في كما يسمى في لجنة الاستثمار وتنمية الموارد البشرية وكذلك طبيعية، وهذه تبحث في هذه اللجان المنبثقة من الاجتماع الوزاري، ولذلك لم نتطرق لها بالتفاصيل، وهذا أمر متروك للجان تبحث فيه. دكتور مساء الخير. أمس وزير الخارجية البحريني نفى قاطعا بأن تكون سوريا رفضت المبادرة العربية، ولأن الرفض كان رسميا، واليوم المعارضة السورية تدعو لتشكيل مجلس انتقالي كما حدث في ليبيا، وتشكل بالأحرى مش تدعو، شكلته وانتهت منه. هل ستعترفون به كما تم في ليبيا؟ هذا أمر. ثانيا، هل بعد فشل المبادرة العربية كما يقال ويشاع ورفض السوري لها، هل ممكن أن يكون هناك من مبادرة خارجية؟ أمر ثاني،
اليوم واعترف مجلس الوزراء اليوم وصل وزير خارجية كوسوفو إلى الكويت، هل هذا انفتاح للكويت على هذه الدول؟ وهل لك بأن تطلعنا أكثر على هذا الموضوع دكتور؟ بالنسبة للشأن السوري هناك سيكون اجتماع لوزارة الخارجية العرب لموضوع سوريا تحديدا، وهذا الأمر الآن في دور التشاور، ولذلك الوقت يعني هذا في تشاور في إطار تشاور لمناقشة الوضع في سوريا، فلذلك أنا لا أستطيع أن أعلق على أمر لم يتم إلى حد الآن. أما بالنسبة لكوسوفو نعم يعني هناك كان توجيه سيدي صاحب السمو في الاعتراف، احنا يعني رأينا بأن يكون الاعتراف مبني على أسس قانونية، وهناك في قرارات صدرت من محكمة العدل الدولية تؤيد الحق في كوسوفو بدولة مستقلة ذات السيادة، وهذا اللي راح يتم بإذن الله، وهذا قرار مجلس الوزراء يوم أمس. يعني في لا لا في بالنسبه لسوريا ما لا لا طول بسوريا وحتى رئيس الوزراء القطري استحدث نعم الوضع الشأن السوري شأن عربي، يعني شأن عربي ويداول من ضمن جمع الدول العربيه، وهناك في تقارب يعني يحصل كبير في المواقف العربيه في شأن السوري. نعم معالي الوزير، منذ أيام وقعت أحداث في المملكة العربية السعودية، وذكر أن وراء هذه الأحداث اتهم أنها رسالة سورية إيرانية لدول الخليج حتى لا يكون هناك تحرك مع الدول الغربية تجاه سوريا، فما رأيكم بذلك وكيف تنظرون إلى هذه الأحداث؟